سواي ازويت ما حسيت ما خصنا توصل دينا دينا خصو الصغار اللي وصلنا تما خصنا نزيد وزدان المراكزير انا في كان تاع عازم السكرتير ملي توجا السي محمد الرجاع كل مكلف ثاني في بلاصه ديال نهار المستوى المزير دي ان توكا نسن دي ارنسي ملكي قال تمسنو اسيد اللي استعمل هذا المقرر القرني اللي اسمه كل المولات اللي اصدار سيمان البنات اللي في تاليم الاخديسمون اتشت الوزيق القومي والسوى الانسان المزير اتسبعي المسد المزير لنخ المزير النسل امسي دانس القرن اسوين دي مغيمال اتمنى كل الاكسين دي ميلي تشكالي تخشومين دوكان نخ الباحثين المتدخلين غيري ولاد سينو السنات انسوين دي مغيمال انسوين دي المستقبل إيمان خسارة سي محمد الجعجاع أنا خسرت الطاقة أنسون ديال أنسون قرى المستقبل غيت أغي سي قوة الأمازيغ 2013 يلعب سي محمد الجعجاع دور القرن ديال الأسيد اللي حفظن اللي قال اللي غلنت عشرات الجمعيات على المستوى الوطني حتى وشكال مجلس التنسيق غير كناس توسكرتو نتورين غير كناس ختين غير وبادير الحسيمة ديما تنسيق مع السي محمد الجعجاع على غير كان يسكن ديال المقرنين ارس فيت كي قال القنيساول ارس اول ستاجيس اريك كاسل نيتن سال نتفاد تنيتن كي لا غوسويل تكاتين ايمان هاد كتير ناس دوري زوين رد تمنى قارخ يشكل داري اي خارج الودانت اللي خدو زانت وستاد مكوين مكوين جاوي مع الطبيب تكوين يفاق دو بليسي من نارو الاثار 2006 16 عام يطلع في الكتاب يغنى لي نص التليفون اني رن نقار اني خاص كنا دريت اني تشكت سوغادير اني خاص كنا دريت نقار وغادير يعني بس يغنى في التليفون اني يجي نحط الغاز نقاو تلاقي السيدات الليس نقاو تقريبا كان ساعة نقاش ونحس استراتيجية بروكسل لان بزاف النقاش في ضرورة تحقيق الحماية القانونية الدستورية الأمازيغية أنا تأكدت في المقطعات من بعد توقت الدينامية اللي نسكر البيانات التوري اللي نسكر الحضور النقاش العمومي إلى كله نتيجة من العمل الأفكار الدعم النضالي اللي كان توقت المغرس من القرن غيقى سي محمد أجعجع تنقيت السكرات نفس الحرص اللي قلت بزاف مسار نضالي غا 2016 ملي دفاع القانون التنظيمي المجلس الوطني لغة الثقافة المغربية تستنقل لمسكن الحكومات زرينين بعد 2011 بعد الترسيم الأمازيغية سمعت لهم الحكومات بالكيران سفرت القانون التنظيمي الأمازيغية عاود ملي غادي التلوين المجلس الوطني لغة الثقافة المغربية لن يقاش القرن إلى انتقاد الحركة الأمازيغية لإطارة المنهجية وكان ملي غادي دفاع كيتو استخسرت النسخة المصدرة اللي خطوبة قرطبة غشت صديقة الصديقة مجرد توصل خسرس تسكن في رسالة أو بسان أكترخ الانتباه نشاط الصحافة الوطنية غسل سول يسبرا يسلح المغرب ومجموعة المواقع الخطورة النسخين الذي تسرب من إخلاف إعلان تلك المشروع المقدم ديس تراجع في المكاسب الأمازيغية ديس وديس الحاسم في حرف الكتابة ديس إشكال ضم مؤسسة للأركاب إلى غير ذلك تلقي انتباه الأمورات وفعلا لازم نبعثوا يطلب من سنوات النقاش شهور النقاش العمومي إلى غير ذلك باش نصحح أنا نغير القوانين أنا قلت نتغير كذا غلوب سن إغريس سي أجعجاع تليفون اللي خاصت سيمانار ضد الدكتور المغرب وكان نناقشوا الموضوع أتأكدوا هو هذاك من الأوائل وفعلا سيمخاس نتاول توصلت النسخة عاد من بعد نفهم بأنه تقدم سين كل شيء الحوايج غير الخلاف في اللجنة تقدم تقيس دو فيرسيون وإلا ما يتسلم حتى بعد اللجنة في الصياغة النهائية بمعنى إذا سي الحاس حتى وقيع دي سوري في المسار النظامي إلى غير ذلك سي القرار يبين قالت تلقى بالقرنين العلاقة مع السي محمد الجاع الترحم ربي يرحم كل البنات مفكرين الباحثين حتى ديال ان فورلي مثلين الحركه الامازيغيه سبيسنات غرانين نتمنى لقاءات اي في الافق للنفس الجديد انسون غيبان نستحضر الروح
الإيمان لكل البلاد اللي في تعليم في كنتو درسنا في كنتو إيو موسى مازيغ تمازيغ المغرب لنا في نهاية المعطاف تمازيغ لأخ صلب المصلحة للمغرب للمستقبل نستنى مثلا.